الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار وتذكرة لذوي الألباب والاعتبار وبعد تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حدق على العصاة ورب العرش غضبانا اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأدركت إدراك من عرف الهدى عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في نار جهنم يلتهبوا والموحدون في جنة الفردوس سكانا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله عز وجل حلقة جديدة من برنامجكم ملتقى الأحبة، وبالفعل كما قلنا لكم في الحلقات الماضية أننا نلتقي فيه بالأحبة. معنا اليوم ضيف رسم الفرحة على وجوهنا وأنار الفرحة في قلوبنا، فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار الذي أفرحنا بحضوره. أهلا وسهلا شيخ، شرفتنا الله. جزاكم الله خير. حياكم الله وبياكم وأحسن الله عليكم، جزاكم الله خير، وجعل ذلك في موازين حسناتكم. شكرا لكم، اللهم أمين. جزاكم الله خير. مشاهدينا الكرام، بإذن الله تبارك وتعالى سنتكلم وندور حول موضوع عظيم جدا، ولكن كعادتي وفي كل مرة أستحلفكم بالله أن تسمعونا بقلوبكم قبل آذانكم. موضوعنا اليوم هو تحت عنوان وقفات مع النفس في هذه الأيام الصعبة. شيخنا الحبيب، لو بصينا إلى حالنا الآن، هل حالنا الذي نحن فيه الآن بسبب بعدنا عن ربنا وبكثرة وشؤم ذنوبنا؟ الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، على سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. بادئ ذي بدء، إن نسيت فلا أنسى أن أقول كل عام أنتم بخير، وأشكر لكم الفضل على أن أحل ضيفا على الأستاذ الكريم وعلى هذه القناة إن شاء الله، والإخوة الأفاضل الكرماء في هذا الشهر الفضيل الكريم. ننوه أننا في أيام مباركات، أيام تتنزل فيها الرحمات. هذه الأيام من أعظم أيام السنة، يعني إنتاجا للإنسان وأيضا رحمة ونجاة له. هذه الأيام الله جل وعلا جعل لها أو جعل لنا رحمة ورأفة وتفضلا وتكرما، أمورا لم تكن ولا تكون في أي شهر غير هذا الشهر. أن الله تعالى صفد الشياطين، وأقصد بالشياطين مرضة الشياطين، وأغلق أبواب النيران وفتح أبواب الجنان، وله عتقاء في هذا الشهر. فهذه ميزات وهدية عظيمة جدا ومنحة ربانية، وجب علينا حسن استقبال هذه بغض النظر عما نحن فيه، عن الجو العام الذي نعيشه، أيضا عن مسألة المفارقات العظيمة بين ما كنا وبين ما نحن فيه. فالأصل أن نقول للناس جميعا كل عام أنتم بخير، أنتم في خير وبركة، وستكونون في سعادة وسرور، وسيكونون الرجال مع الحور في والحبور في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، بشرط حسن استقبال هذه الهدية والمنحة الربانية التي كانت من ربنا جل في علاه. فلذلك نحن ينشرح الصدر ويمتلئ القلب فرحا وسرورا، بأنه يعلم حتى لو جاءت البلايا والرزايا قد جعل الله لنا متنفسا ومنفذا بالذهاب إليه، لأننا لا منجأ لنا ولا ملجأ إلا من الله جل في علاه. وقد يعني بين الله تعالى في غير موضع من كتابه أن صدق اللجأ إلى الله في الحوالك ترفع البلايا والرزايا. معلش كمان مرة شيخنا، صدق اللجأ إلى الله جل في علاه، أن يكون العبد مستكينا مخلصا، كما قلت أنت الآن أشرت إليهم أن كونوا معنا بإيش؟ بقلوبكم قبل أسماعكم. فالحق أن نقول مسامع القلوب أنفع وهي أنجع، والقلب مقياسه عند ربه بقلبه، وكلما أو الإنسان مقياسه عند ربه بقلبه، كلما كان القلب أنقى كلما كان العبد في المنزلة عند ربه أرقى. وأيضا نقاء القلب وصفاء القلب يتتفتح به الأذهان والروح، تأنس بالرحمن سبحانه وجل في علاه، فتصاحب الصالحات والطيبات وتنافس تتنافس أيضا إلى الجنات. مهما كانت البلايا، مهما كان الواقع الذي نعيشه، نحن نستطيع تغيير هذا الواقع، والله منحنا ذلك. صحيح. مع أن تغيير الواقع بيد الله جل في علاه، لكن كيف يغير الواقع بنا؟ قال الله تعالى بأنه لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صحيح. فالحاصل الذي نزل بنا الذي نزل بنا بنا، نعم مفهوم الكلام؟ مفهوم. الذي نزل بنا، الذي حل بنا،
قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صحيح. والعباس لما قام عمر الخطاب وقال له يعني ربنا، طبعا عام الرمادة كان عام جدب وقحط، كان عام يعني كان يبكي عمر الخطاب، كان يبكي بكاء طويلا ليلا ويقول لا تهلك أمة محمد على يدي. وعمر تعرفون من عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. فكان يبكي ويقول ويدعو الله تعالى وتوسل، ثم قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبيك، يا الله. اللهم إنا نتوسل بعم نبيك. طبعا هذه لا يصح أن يقال بالجاه ولا لا، هذا صحيح. خطأ مبين، بل هذه قد تصل للبدعة وإن كان الخلاف فيها موجود، لكن بالأدلة أن هذا لم يكن من فعل الصحابة، وإن لم يكن الله. اليوم دين فلا يمكن أن يكون اليوم دين. صحيح. فقام فقال يا عباس قم فادعو، فتوسل بدعاء العباس. فقام العباس فرفع يديه، والشاهد سيأتيك أنه قال اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بدم. أولا شوف هنا معرفة الفضل للفضل، وأيضا بيان مكانة النفس عند الرب. قام لأنه المقام مقام مسكنة، مقام ضعف، مقام إظهار الحاجة والإعواز، ما دمنا نتكلم على ما نحن فيه. فقام فقال ربي قد توسلوا بي يعني بدعائي، ولست بخيرهم ولكن لمكاني من نبيهم. اللهم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، فإنا نستغفرك وأتوب إليك. هطل المطر ما توقف، سبحان الله. فيعني لا يقال بقى ليس فينا في هذا الزمان محمد بن واسع ولا مستجاب الدعوة. المشكلة ليست في ذلك، لأن إجابة الدعوة من الله عز وجل. يبقى إذن الله تعالى قد سبغنا صبغة وأمرنا بأمر بأداب لابد أن نتأدب بها، فإن انطبق الوصف علينا جاء الحكم. صحيح. ليه؟ لأن الله لا يتأخر في الإجابة. وإذا وهذه أيضا الآيات جاءت في هذا الشهر الفضيل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وهناك حديث الترمذي بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي اسمه حياء عطاء، حياء جود، حياء كرم، هذا اسمه فقه التعامل مع صفات الله جل في علاه. إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا. أقول اسقط الأمر على الواقع، لو وجدت زيدا وعلمت أنه يعني قد اتفقت الكلمة على أنه جواد كريم، أنت تخيل أنك ستطلب منه شيئا يسيرا، ماذا سيفعل؟ سيعطي ويغدق العطاء. صحيح. ولا سيمنع؟ لا لا، هو اشتهر بين الناس أنه كريم لا يرد سائلا. صحيح. يبقى إذن مش ممكن. يبقى المسألة هنا فينا، إن أردت إجابة الدعاء دعك باب السماء مفتوح. ولذلك عطاء يقول إن أراد لك العطاء فتح لك باب الدعاء. الله. نعم. فكلما أوزع الله في قلبك إخلاصا وصدقا وتأدبت بأداب الدعاء فإن الله يقبل دعائك. أما البلاء الذي تريد تتكلم فيه قل لي من أي ناحية تريد تتكلم فيها أو الواقع، لكننا أردنا أن ندخل من دهليز الباب حتى نطرق الباب طرقا صحيحا. فنشكر ربنا على الشهر الفضيل، ونعلم أننا في نعمة وأن هذه منحة ربانية لابد من حسن استقبالها. وأيضا إن قلنا بأننا في واقع البلاء قد عم، إنما نزل من السماء يرفع من السماء، فلا بد أن نتوجه جميعا إلى السماء. جزاكم الله خير. شيخنا، ما الذي يجب علينا في هذه الأيام تجاه هذه الظروف الصعبة؟ طيب الظروف يبقى إذا نتكلم على البلاء العام الذي وقع على البلاء العام. طيب أنا بقى أنا أبشر الناس جميعا في أمر مهم، هو أن الله تعالى لا يبتلي المؤمن ليهلكه، بل يبتلي المؤمن ليرفعه، ليطهره، الله. ليمكن له. نعم. فالبلاء بلاءان، بلاء رفعة وبلاء طهرة. بلاء الرفعة هو بلاء الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأمثل الأنبياء فالأمثل فالأمثل. صحيح. الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين. نعم. إمام المتقين، أكرم خلق الله على الخالق. انظر قد صب الله عليه البلاء صبا في مكة، وبعد ذلك في غزوة أحد صب عليه البلاء، وعند الموت أترى النبي الذي خير بين الدنيا والآخرة قال اللهم رفيق الأعلى، يعني قالت عائشة وضع يده على الركية، أخذ الماء ووضع على رأسي وقال سبحان الله. لك أن تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بذلك متوجعا سبحان الله، سبحان إن للموت لسكرات. يا الله. وهذا بلاء الأنبياء من أقوامهم بلاء رفعة يرفع بهم الدرجات، وبلاء طهرة بلاء أمثلنا، لأننا نتجاوز نتعدى. صحيح. السيئات بلغت إلى عنان السماء. صحيح. فالله جل في علاه يجعل الحسنات ماحيات للسيئات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الحسنات يذهبنا السيئات، وأيضا يجعل من ذلك الطهرة العظيمة. نعم. في البلايا، فإن الله إذا ابتلى لابد للعبد أن ينظر في حكمة الله في البلاء. نعم. قد يضر المرء البلاء
قد يقعده في البيت كما نرى الآن. العالم كله بيسري في البيت. صحيح. هذا البلاء قد يعز على الناس أو يشق على الناس بهذا البلاء، ولو علموا الحكمة من ورائه يعني لا 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 طاروا شوقا محبة لله جل وعلا وشكرا على إحسانه. كم من سيئات قد غفرها الله، كم من خطيئات قد محاها الله جل وعلا، كم من ضائقة فرجها الله بسبب البلاء الذي نزل كثير نزل عليه. كثير جدا كثير. من تعرف على الله بالأسماء والصفات علم ذلك، لكن الواجب علينا الآن هو حسن الرجوع إلى الله. احنا قلنا ما نزل من السماء مشروط أن يرفع، يرفع من وين؟ من السماء. من السماء. ارضي ارضي الذي في السماء. نعم. ارضي الذي فوق العرش. ارضي الذي في السماء. هو هذا. صحيح. فمن أرضى من في السماء رفع الله عنه البلاء. صحيح. جزاكم الله خير. أحسن الله عليك. شيخنا الحبيب، هل رمضان في هذه السنة مثل رمضان في الأعوام الماضية أم ماذا؟ نعم. هو طبعا رمضان في هذا العام كرمضان في كل عام. نعم. عن فضل الله أن الله منحنا المنحة ورزقنا رمضان، فيه تصفد مرض الشياطين، فيه تغلق أبواب النيران، تفتح، كل هذا موجود. لكن الفارق هو الاجتماع والصلاة في المساجد، وأيضا إحسان اللقاء، لأن المؤمن عندما يلتقي بالمؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم قال في المصافحة أن الذنوب تتساقط كما تحت أوراق الشجر، وأيضا المحبة في الله وتعليم الجاهل والتصدق على المعوز والإحسان للغير وقضاء الحاجات وسد الخلات والإعوازات. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. بين الناس. فهنا نقول إنه هذا قد فقده كثير من الناس عندما لم يجتمعوا في هذه العلامة الفارقة، لكن أيضا يستعاد. صحيح. لأن الله جل وعلا دائما ده شوف هذه سنن كونية. الله جل وعلا أعطانا أصولا نتعبد بها لله جل وعلا. إن فقدنا الأصل من رحمة الله أن جعل لنا إيش؟ بدلا. صحيح. قال الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء للتطهير أو لرفع الحدث من الجنابة، إن لم تجدوا ماء إيش؟ فتيمموا. فالتيمم هنا بديل عن الاغتسال أو بديل عن رفع الحدث الأصغر أيضا عن الوضوء. فنقول أيضا إن لم يكن المساجد والاجتماع في المساجد وجو الاجتماع في القيام والسعادة وصول بذلك، المرء بالجانب الأسري والجو الأسري أن يقوم الرجل يصلي بزوجته بأولاده بأقربائه في البيت، أيضا هذا جمع خير، ويكون هناك ملتقى بين الزوجة وزوجه، وهم كثيرا لا يلتقون الأشغال والانشغالات. فإن كانت اللقية على طاعة تربطت القلوب. يا الله. نعم. أواصل المحبة تقوى بطاعة الله جل وعلا. نعم. دائما أقول علاقات الأرض في الأرض. نعم. والأرض إلى زوال وفناء. علاقاته الأرض إلى الأرض. نعم. لا تعلو ولا تسمو. صحيح. صحيح. علاقات الأرض المرتبطة بالسماء تعلو إلى السماء. ولذلك أفضل المحبة المحبة في الله. أفضل المحبة. المحبة في الله. في الله. أن يقول ابن عباس يقول: أن تحب لله وتبغض الله وتعطي الله وتمنع الله تنال بذلك ولاية الله. نعم. هو يقول ابن عباس في عصر يقول: وعمت معاملة الناس عندنا الدرهم والدينار. فأنا أقول لو التقى الرجل بزوجه وأولاده اللقية كانت على طاعة، هذه مرتبطة بالسماء، وما كان مرتبطا بالسماء لا ينحل لا ينفك، تقوى القلوب، وأيضا تكون مرضاة الله جل وعلا في هذا الباب. ومن أرضى الله أرضاه الله جل وعلا. جزاكم الله خير شيخ. أحسن الله. تنويه بسيط بس للسادة المشاهدين، الرقم الظاهر على الشاشة ده رقم واتس، الرقم الواتس اللي دي غرض التواصل، أما ده الظاهر الآن ده رقم الواتس، أما للتواصل مع البرنامج هاتفيا ففي رقمين هاتفين اللي هو ظاهر دلوقتي الآن، من أراد أن يتواصل هاتفيا فلا تصل على هذه الأرقام، أما التواصل فهي هو الرقم المفرد واحدة. جزاكم الله خير. أحسن الله. جزاكم الله خير. شيخنا الحبيب، هناك سؤال مطروح عبر الواتس يقول: ما الذي فعلناه حتى نحرم من المساجد في رمضان؟ يا الله. هذا أراد أن يحرق قلوبنا وأكبادنا. نعم والله. نعم. عامة أنا أشكر للسائل الفاهم، يعني هو سائل يفهم، هو بيقول ما الذي فعلناه لنحرم من المساجد؟ يبقى أيضا ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام. نعم. للعبيد. نعم. هو الحق أن نقول يعني نحن فعلنا الكثير والكثير. وصبر عن الكثير. أعظم ما فعلناه هو عدم تعظيم الله حق تعظيمه. قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. نعم. وأعظم توقير الله جل وعلا إفراد الله بالعبادة. نعم. حسن التوحيد. نعم. أقلها الذي يقسم بغير الله. مصر بأسرها
درجة على اللسان، القسم برحمة الأب، شرف الأم، القسم وحياة الغليين عندك، استغفر الله. أنا يعني أصلا أنا أنقلها لأبينها ألفاظ تخالف العقيدة يعني. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، ونحن نصح للناس هذا الكلام حتى ولو كان من باب لو قلنا درجة على لسان العرب بهذا، وهذا ليس صحيح، فيقع هذا الأمر أمر خطير ليس بالهين. أيضا الناس يعني لا تهتم بتحقيق قضية الكون الكبرى. تحقيق قضية الكون الكبرى هي ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون. فعلنا الكثير، تهاوننا بالسنن، تهاوننا بالسنن، نعم. فلم يعني نعبأ لها، وأيضا لم نعظم لها مكانة في القلب ولا في الواقع. من ذلك أيضا التفريط، طال الفرائض، كثير من الناس لا يصلون الصلاة عماد الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فليستكثر أحدكم أو ليستقل. الإشكال اهتممنا كثيرا بعمارة المساجد زخرفة وزينة دون تعميرها سنة وعلما وإلقاء، وهذا الذي يعني قد بيانه النبي صلى الله عليه وسلم نبوءة، أن هذا من علامات الساعة، نبوءة من علامات الساعة، من علامات الساعة، نعم. زخرفة المساجد في آخر الزمان، هذه من علامات الساعة. ولذلك ابن عباس قال لا تزغرفنها كما زخرف اليهود، صحيح، يعني لا تفعلن مثل ما فعل اليهود زخرفة بالمساجد، على أنها صارت رسما لا اسما، نعم. يعني لا قالبا ليس قلبا، نعم. المشاهدين، السادة المشاهدين، جزاهم الله خير، في أسئلة عبر الواتس نعرضها الآن ولا في آخر الحلقة؟ كما شئت، المسألة أنت أمير الرقم وأنا خادم، لا أزيد عن أنني خادم، بفضلك لتقل زي جزاكم الله خير. هي أسئلة خارج الموضوع بس أنا نعرضها كيف ما شئتم. هناك شاب يقول أدمنت الإباحية والعادة السرية، وكل مرة أشاهد الإباحية وأفعل العادة السرية أصلي ركعتين ولكن سرعان ما أعود وأفعل هذا مجددا. وعامة هذا سؤال مهم جدا، فيه سلبيات وفيه إيجابيات. السلبيات طبعا النظر للمحرم وطلب المحرم، فأنا أقول لك هذه سلبية يقع فيها جميع الشباب، وكثير منا يقع في هذا الباب، ونحن بشر، نحن بشر، لنا ما لنا من الصالحات ولنا ما لنا من الطالحات والإساءات التي نتجاوز بها ونقع عليها، لكن القلب الحي النابض هو الذي يعلم أنه قد وقع في الخطأ، لأنه لا ينتبه المرء إلى تصحيح الخطأ إلا القلب الحي النابض الذي يعي الخطأ، نعم. من الصواب. فأنا إن لم أعلم أن هذا من الخطأ لن أسعى إلى تصحيحه، نعم. فأول درجات الصحة هو معلومية الخطأ، فهو يعلم أنه وقع في جرم ويعلم أنه وقع في خطأ، والدلائل ذلك أنه بفضل من ربنا ونعمة يقوم فيأتي بطاعة فيصلي ركعتين، وهذه من الإيجابيات. ليه؟ نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية، نعم. ولذلك قال الله تعالى في رجل يعني قابل امرأة فأتى منها ما يأتي الرجل من زوجي غير أنه لم يجامع، يعني لم يطأ، فقال طهرني أقم عليها الحد. الرجل قلبه احترق من التجاوز والتعدي، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه، فأبو بكر قال استتر بستر الله، وعمر قال بذلك، قال لا حتى يطهرني مما فعلت، يحسب أن فيها الحد وليس فيها الحد. فصلى النبي، وبعدما صلى قال أين السائل؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال له النبي أزبخت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. يا الله، في لحظتها سبحان الله، اذهب فقد غفر الله لك. سبحان الله. رجل ما طاق. قال له كيف؟ فقرأ عليه الآيات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال له لي خاصة؟ قال لا، بل لأمتي عامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حذيفة لما عمر بن الخطاب جمع الصحابة قال أيكم يحفظ حديث الفتن؟ فقال أنا يا أمير المؤمنين. قال إنك لجريء، لله أبوك، هاته. نعم. قال فتنة الرجل في أهلي ومالي تكفرها الصلاة والصدق، وهذه معناها أن كل حسنة تأتي بعد السيئة تمحيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء خمس مرات في اليوم والليل أيبقى من ضرره من شيء؟ أيبقي من ضرره من شيء؟ قالوا لا يبقى من ضرره من شيء. قال هكذا الصلوات الخمس. ولذلك علماءنا يقولون السيئات والخطيئات أنجاس، السيئات والخطيئات أنجاس، والطاعات وأصلها مجالس العلم أقوى ما فيها، نعم. الطاعات والحسنات أطهار، والأطهار تأتي على الأقذار فإيش؟
فتذهبها. صحيح. فهو كلما أنشأ طاعة بعد معصية هذه تجب هذه المعصية، لكن هو لن يكون في كل مرة يعني ما يزيد زيادة لنفسه. وهو أيضا يريد العلاج، العلاج الشاب هذا لابد أن يتزوج. قال النبي يتزوج واحدة وثانية وثالثة ورابعة، يتزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. معنا اتصال محمود من الشرقية. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ محمود. الشيخ كيف الحال؟ سامعينك. ويخفض ممكن تقفل التلفزيون وتكلمنا بالتلفون. جزاكم الله خير. اقفل التلفزيون وكلمنا بالتلفون. عايز اسالك عن حاجه عن الشيخ حضرتك. اتفضل الشيخ. الشيخ سامع حضرتك. الوقت انا لو بحب واحده وهي ما فيش من ناحيتي محبه ويعني عادي في شعور عادي بس يعني ما فيش حب من ناحيتي وهي اتجوزت، لو ليا نصيب فيها هاخدها، هل ولا ده قرار ولا ده نصيب؟ افهم يعني لو في نصيب هنبقى يعني انت الان تحبها؟ وهي تزوجت. هي تزوجت واتطلقت و يعني هي الان هي خلوا. نعم خلوا. يعني من غير رجل. طيب وانت تحبها؟ وانت تحبها صحيح؟ احبها يا شيخ. طيب لما لا تسارع الى خطبتها؟ حاولت ان اتابع بس لقيتها يعني زي ما كنا مش متعلقه بيا حاجه زي طب ما سؤالك؟ ما سؤالك؟ هو لو في نصيب هنبقى لبعض؟ طيب حاضر حاضر. يعني الحق ان نقول نعم. اختيار ولا بيبقى نصيب بقى؟ هو طبعا المقدر لابد ان يكون، الله جل وعلا قال ان كل شيء خلقناه بقدر، لكن هذا القدر منوط بالاسباب، لان الله اذا اراد شيئا هيأ له اسبابه. نعم. عليك ان تذهب الى بيتها وتعرض عليها الزواج وتبين لها انك تحبها وانك تميل لها وانه انها لو تزوجتك تكون في سعاده. اظهر لها سمات شخصيتك التي تقنع هي بها وتبادلك المحبه. وقد ورد في الحديث وان كان الضعف يعني شكرا. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير. تفضل يا شيخ. وان كان الضعف فالخلاف فيه، نقول ان الانسان قال لا يرى للمتحبين سوى النكاح. صحيح. لا يرى للمتحبين. في اتصال ثاني. نعم. جزاكم الله خير. فلا يرى للمتحبين سوى النكاح، فيسعى ان يثبت لها حبه، وهذا الاسلام لا يأبى ذلك. صحيح. ولا يمنعه. صحيح. بل انا اقول المحبه اساس تحرك اي شيء في الكون. نعم. حتى العباده الخالصه لله جل وعلا. صحيح. اسسها اساسها المحرك لها الرئيس. نعم. محبه القلب. أن تكون محبة القلب خالصة. نعم. للرب جل في علاه. فإن كانت العاطفة موجودة، وأنا يعني أستغرب من قوله عندما قال يعني أنا أحبها وهي لا تبادل. نعم. الأصل في الأمر أنه لا تكون المحبة مغروزة في قلب رجل لامرأة إلا والمبادلة موجودة. صحيح. لكن تتفاوت النسبة. تتفاوت النسبة. تتفاوت النسبة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب لما وجد مغيث يطوف ببريرة أمة كانت قد اعتقت وزوجها وهي تريد ان تنفصل لانها صارت حره. صحيح. لا تكون تحت عبد. صحيح. فكان يمشي خلفها يبكي. نعم. من حبه لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس يا عباس الا تعجب من حب مغيث لبريره؟ العجب هنا ليش؟ لانه لا يمكن لرجل ان يحب امراه الا ومبادله الشعور تكون موجوده، لكن تتفاوت النسبه. هذا التاصيل، لان النبي اسس اساسا قال الارواح جنود مجنده، ما تعرف منها تلف وما تناقل منها. جزاكم الله خير شيخ. طيب ناخذ فاصل ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. جمعية الصفا والمروة الخيرية. الجدع اللي قدامكم ده اسمه محمد عبد المجيد غالي، وهو رئيس جمعية الصفا والمروة الخيرية ببرج العرب، وعلى فكرة هو اللي اتحمس لتجربة زراعة القمح المطري اللي استنبطه الدكتور سعيد سليمان، ومن فلوس الجمعية البسيطة جدا اتحمل تكلفة إنشاء 4 حقول تجريبية إرشادية من الصنف عرابي 52. إزاي بجنيه في اليوم؟ جنيه واحد يعني 30 جنيه في الشهر، بس جنيه يوميا. إزاي تغير كل شيء في حياتك؟ 30 جنيه في الشهر يغيروا إيه؟ ده الواحد يعني ما يعملش بهم أي شيء، ما يجيبش بهم حذاء يلبسه. لا والله، بجنيه في اليوم أنت ممكن تغيري كل حاجة في حياتك. أسرار الصدقة اليومية. كم أسرة فقيرة بتنام من غير أكل؟ وكان طفل يتيم بيعاني من قلة الزاد. احنا عارفين ان قلبك طيب ومش هتسيبنا نعمل الخير ده لوحدنا،
اتصل على الأرقام التالية يصلك مندوبنا لحد باب البيت. ولو عايز تشرفنا في المؤسسة وتسلم الخير ده بإيدك تنور بيك، بس المهم الخير يوصل للناس. يا مصر أمنا، مصر حبيبتنا، المجتمع كله لازم يشوفنا شغالين ازاي وطنين ايه نعمل. شغلنا فين؟ في اسكندريه بس، كجمعيه اهليه، الجمعيه على نطاق جمهوريه مصر العربيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري، في البخاري يا شباب، ان العبد اذا تصدق بعدل تمره، عدل تمره دي يعني قد تمره، تصدقت بربع جنيه، بعشره ساغ، تخيل انت من كسب طيب ولا يقبل الله الا طيب، لازم يبقى مال حلال، ان الله يتقبلها بيمينه، ما دام ربنا خد يبقى هيدي، ويرب ثم يربيها له حتى تكون مثل الجبل. طريقه البتروكيماويات مرغم، العمريه اسكندريه، الجمعيه لها فرع في ابيس 10/6 كفر الدوار البحيره، وفرع تاني في باب العبيد ابيس اسكندريه. رئيس مجلس الاداره الاستاذ محمد عبد المجيد غالي. تقدر تتواصل معنا على الارقام التاليه 012-21-26-91-59 أو على رقم 03-34-2-3-2-8-6. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد عودة مفاصل نرحب بفضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار مرة أخرى. في شيخنا، أولا نعتذر ونقدم الاعتذار للمشاهدين الكرام، في أسئلة مطروحة كتير خلص على الواتس، احنا هنقدر ناخد اللي نقدر نعرضه على الشيخ، وبإذن الله بعد ما نخلص الحلقة نقدر نخلي الشيخ يرد على هذه الأسئلة. هناك سؤال يقول: أصبت بالفتور في الطاعة؟ أصبت بالفتور، نعم، في الطاعة قلت همتي وعزيمتي، أصبح الكلام عن الله عز وجل لا يؤثر فيه، وخصوصا بعد انقطاع خطب الجمعة، فما النجاة أثابكم الله؟ جزاه الله خير، أحسن الله عليه. هذا رجل كلام جميل خالص، نعم، رجل حريص ورجل فاضل ويخشى على نفسه، نعم، وعندما أصيب بهذه الدهية الكبرى، نعم، دهية الفتور، نعم، في هذا الباب يعني أراد يسعى سعيا حثيثا للنجاة. أقول في هذه المسألة يعني هون رويدا، هون على نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك، قال: لكل عمل شره ولكل شره فترة. فتور يعني لكل عمل شره ولكل شره فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، ومن أشير إليه بالبنان فلا تعدوه. يا الله، كلام جميل، عويصة جدا، ما أريد أن أفصلها، خلينا في إجمالها أفضل، لكن هو الكلام الشاهد الذي أريده بشارة لأخي الكريم الذي أحييه بحياة قلبه، وأنه يقول انقطاع الخطب يعني جعل الأمر يعني للقلب يعلوه بعض الغبش، لا أقول الران، لأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الإيمان في القلب يخلق كالثوب الذي يبلى، نعم، فلابد من تجديده. فأنا أقول إن شاء الله هذه ظاهرة صحية، نعم، وأعلم أخي الكريم أن هذا الفتور يصيب أي أحد أيا كان، أي أحد أيا كان. أرأيت حنظلة جاء يبكي وخرج، وأبو بكر تعجب من حنظلة، ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: وما نفق حنظلة؟ قال: أكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أبكي كأني أرى النار عين الرأي والجنة عين الرأي. فإذا رجعت إلى البيت عافسنا النساء والأطفال. يبقى هنا مسألة المباحات والعمل بها. فقال له: إذا نافق أبو بكر، إذا نافق عمر. فلما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما ذاك؟ قال: يا رسول الله، نكون بين يديك نرى الجنة رأي العين، فإذا رجعنا عافسنا الأولاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. ثم قال: لو كنتم أو دمتم على ما أنتم عليه بين يدي لصافحتكم الملائكة، نعم، في الطرقات. لكن هنا ليست هذه الحديث ليس مناسبا مناسبة تامة للسؤال، لأن السؤال يقول أن هناك من الطاعات التي انقطع عنها هي التي سببت له الفتور، لا استعمال المباحات. فأنا أقول له: عاود وافهم أن النجاة بعد الواجبات المفروضات كثرة ذكر رب الأرض والسماوات،
وجب عليه أن يلازم الذكر، نجاته في ذلك. نعم. لأنه كلما كان اللسان رطبا بذكر الله كلما كلما تحرك القلب إيمانا علوا. نعم نعم. فإن كان فلذلك أنا أقول لك لا تترك ذكر الله جل وعلا. من ذكر الله الذكر القرآن وهو أفضل، هو أعظم الذكر. وأقول القرآن في شهر القرآن مناسبة عظيمة، فصاحب القرآن. الثاني كثرة الاستغفار والحوقلة ولا إله إلا الله لا شريك له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يلازم ذلك. شيخنا احنا معنا اتصال من المنوفية. طيب تفضل. أهلا وسهلا حضرتك، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حضرتك. من دهلي. السلام عليكم. ربنا يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. تفضل حضرتك الشيخ سمع. الله يكرمك. بقول لك يا شيخ حضرتك، والدتي ست كبيره مريضه بقى لها 5 سنين في جلطه، وانا يعني نفسي اكون بر بيها وكده، وقاعد معاها وما بشتغلش ولا بروح ولا باجي وكده يعني، والظروف صعبه والله الحمد لله يعني، وقاعد معاها وكده وربنا يشفيها ويشفي كل مريضه. ربنا يشفيها. فقول لي يعني عايز انور رضاها وكده يعني، اعمل ايه؟ جزاك الله خيرا. انت ببرك لها تكون اعظم الناس فعلا، طيبا صالحا قريبا من ربنا جل في علاه، لأن الله قرن بر الوالدين بالتوحيد. نعم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن أحسن الناس بصحبتي قال أمك ثم أمك ثم أمك ثلاثا. نعم. لما قام الرجل اليمني حمل أمه وطاف بها فقال لابن عمر يا ابن عمر وفيت لها حقها. نعم. قال ولا بظفر من ظفرتها. نعم. ولا بطلقة من طلقات الولادة. فأنت كن تحت قدميها، تقبل يديها وقدميها وتدعو لها وتوضئها وتهتم جدا بعبادتها، تهتم بصلاتها، تهتم بذكرها لله، بذكرها لله جل في علاه، تكون أوفى الناس وأحسن الناس فعلا وأقرب الناس إلى ربك سبحانه وجل في علاه، لأن الله قرن بر الوالدين بالتوحيد. شيخنا هناك سؤال يقول هل يجوز الاعتكاف، هل يجوز الاعتكاف في البيت؟ المسألة خلافية. الاعتكاف في البيت. آه. الاعتكاف في البيت مسألة خلافية. الحنفية يقولون للمرأة أن تحتاج الحجرة وتعتكف فيها، وهذا ضعيف جدا. للمرأة قد يكون. نعم. قد يكون شاذا. والصحيح الراجح أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، ما في اعتكاف في البيوت. ما في اعتكاف إلا في المساجد. قال الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقال أن أو قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها ولا اعتكاف إلا في المسجد الجامع. فالاعتكاف في البيوت لا يصح ولا يكون اعتكاف. جزاكم الله خير. أحسن الله. طب في واحد بيقول المساجد مقفولة، نعتكف فين؟ الآن المساجد مغلقة، وأنت نياتك الاعتكاف ومحل الاعتكاف مغلق. يأخذ الأجر إن شاء الله. فأنت صادق النية، فإن كنت صادق النية فلك إيش؟ الأجر. الحديث وكان في ضعف لكن المعنى صحيح، نية المؤمن خير من عمله. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. الرجل قال والله لو أعطاني مالا مثل فلان لتصدقت به مثل فلان، قال فهما في الأجر سواء. نعم. نعم. فلك الأجر باعتكافك، وإن أردت ما معنى الاعتكاف حققه بطول المكس في البيت بذكر الله والاستغفار، وهذه طاعات فوق الطاعات لكن لا يكون اعتكافا. شيخنا هل لو نجاهم الله عز وجل أو نجانا الله عز وجل ما بنا من ضر، هل من وجهة نظر حضرتك سنعود إلى ما كنا عليه من الذنوب والمعاصي وسماع الأغاني والمسلسلات وهذه الأمور التي تعمي القلوب؟ وطبعا لو وجهت السؤال أوجهه بطريقة أخرى، أنت الآن بتجعلني أرجم بالغيب بعد ما الناس يعودون ثم يعودون، يعني سأقول لك بالسنة الكونية. طبعا هو معلوم أن الإنسان بشر، والبشر يعني مقارن الخطأ، البشر مقال الخطأ والظلمة، الموفق بحق من وفقه الله، يعني لن تجد صالحا مستقيما إلا بالله. نعم. الموفق من وفقه الله والمسدد من سدد الله جل في علاه، وإلا قد قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. الله وفي الحديث القدسي قال إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم. نعم. إياها. إيه. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن. نعم. إلا نفسه. نعم. فالحاصل أن الإنسان لو ترك لنفسه كما قال ابن القيم إن أراد الله خذلان العبد وكله لنفسه. يا الله. نعم. فالعبد الذي يرتقي هو العبد الذي حال الله بينه وبين نفسه. نعم. فكان موفقا مسددا، وهذا الذي أتى بالواجبات ثم النوافل المستحبات. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ولا يزال عبدي يأتي بالنوافل حتى أحبه.
فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. معنا تفضل شيخ. تفضل أعرض دخل اتصال ولا كفاية؟ تفضل ما في مشاكل. تفضل أحمد من بني سويف. تفضل أحمد. لو سمحت عايز أسأل على كان في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم إن في معنى طبعا إن هو سورة الإخلاص تعد ثلث القرآن، فأنا عارف إن هو لو قريتها ثلاث مرات طبعا هي لا تجزي عن قراءة المصحف كاملا، أفهم ذلك، لكن أسأل على عدد الحسنات، هل تستوي عدد حسنات قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات بعدد ختم المصحف كاملا؟ طيب كعدد حسنات فقط. طيب لكن هي لا تجزي، أنا أعلم ذلك. ممتاز ممتاز. قراءة طبعا سورة الإخلاص ليس هدف الله فقط، فضلها أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة. عمر لما سمع ذلك قال إذا نكسر قصور وقصور. قال إذا نكسر، قال الله أكثر وأطيب. يا الله. كلما علت الهمة كلما ارتقى المرء، ما في سقف للهمة، ما في سقف، من طلب العلا سهر الليالي. صحيح. نعم. فالحاصل أن نقول بأن سورة الإخلاص هي سورة القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجمعهم لذلك، وقال سأقرأ لكم سورة القرآن وقرأ أن قلوا الله أحد، بأنها سورة القرآن، من قرأها ثلاث مرات أجره كأجر من ختم الكتاب. لكن الفارق بينهما إيش؟ المضاعفات. المضاعفات. زيادة طبعا المضاعفات، زيادة الإيمان. كل آية تمر عليها أنت تحاكي، أنت تعيش مع الآية، تتدبر في كلام الله جل في علاه، تستخرج وتستنبط الحكم والمواعظ والعبر وأيضا الأحكام وأيضا التعرف على ربك العلام سبحانه وجل جل في علاه. فبون شاسع فرق واسع أن تقف مع الصورة وحدها وأنت تمر على جميع القرآن بما فيه من قصصه وعظاته وعبره وأحكامه وحكمه، هذا أمر آخر. جزاكم الله خير شيخ. السلام عليكم. شيخنا الحبيب، ما هي نصيحة حضرتك تجاه الأمة في هذه الأيام أو في هذه الأونة المريرة؟ هذه الأونات والزمانات أنا ما أرى فيها يعني تضييق على الناس بالتضييق الذي يراه الناس. أنها هي المسألة كلها هذه إشارة من ربنا جل في علاه أننا في لحظة سنعود. في لحظة سنعود. والسفر بعيد. والزاد قليل. فواجب على المرء أن لا يتنكب الصراط. وأن يعلم وينظر قدما أمامه أنه في لحظة واحدة سينتهي. وإذا انتهى ما جاء بعده أشق ما يكون، فهو سؤال في القبر، يأتي ملكان يأتياني فيقعداني فيسألاني من ربك ما دينك ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك، ثم بعد ذلك فإن أحسن فالإحسان وإن أساء فالويل والخسران. فلابد هنا في هذا الواقع نعلم أن الله بيّن لنا كم من الألاف الموت الآن، لحظة واحدة انتهى العمر، ولحظة واحدة رد الله عبده إليه، الأمانة رجعت إلى صاحبها. لكن أنا أستحضر كلام علي بن أبي طالب، اليوم عمل بلا حساب، غدا سيكون الحساب بلا عمل. والدنيا قد ترحلت مدبرة، والآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فأنا أنصح الأمة بأسرها أولا أن تنظر قدما إلى ما هي يعني قادمة عليه، إنها ستأتي إلى ربها، وإن الموازين ستثقل إما بالحسنة أو بالسيئات، وإن الجميع بين يدي الله موقوفون، وعلى أعمالهم مجزيون، وعلى أفعالهم مسؤولون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فلا بد من أن يكون المرء خير زاد يحمله إلى ربه جل في علاه، ويعد لكل سؤال جوابا. فهذا الذي يستحضره أولا بصحة المعتقد وحسن العبادة وحسن القدوم على الله جل في علاه. الأمر الثاني هو في الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أقول لابد أن يأخذ بالأسباب التي تنجيه من هذه المهالك، من هذه الأسباب. أول شيء في هذا الباب حسن الرجوع إلى الله وحسن التوبة والأوبة، لأن ما نزل من السماء لا يرفع إلا بالسماء. فعلى المرء أن يكون عائدا لربي. صحيح. بصدق العود. صحيح. وحسن التوبة والفير. الروم ولواء أوروبا وتملكوا في آخر الزمان، دي نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية، لهم ست خصال، من هذه الخصال أنهم أسرع الناس فيئة بعد إيش؟ بعد فتنة. فلابد من الفيئة، لابد من الرجوع إلى الله جل في علاه. الرجوع إلى الله جل في علاه، وأيضا أخذ المسالك الشرعية للنجاة، المسالك في الأطباء المختصين الذي كانوا فيها. المسلك الشرعي الذي جاء نص الكتاب به وأرشد به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، في إما في الحسي أو المعنوي.
في مسائل العقد والمسلك الثالث المسلك العقدي، وايضا ان نعلم ان اننا لن ننجو من الكبوات التي تاتي على الامه الا بالتالف صحيح والتوافق صحيح دون الشرذمه ودون التفرقه ودون التقطيع الذي نحن فيه الان. قال ولا تنزعوا ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم عزكم ومكانتكم واجتماعكم. فعلينا ان نرجع، واذا كان البلاء جمعنا باننا جميعا في البيوت في وقت واحد فلنجتمع قلبا كما اجتمع الناس بدلا في مكان او قل في زمان واحد الجميع كانوا في حاله واحده، اذا نجتمع قلبا وتأتلف الامه وتتفق، والعاصي ناتي به، والذي ضل وحاد عن الطريق نرشده رحمه به، ومن صحيح. كان على الجاده نسدده وايضا نعينه، ونلتف الامه بأسها تلتف حول ولاه امورها ويتعاونون على بر وعلى تقوى وعلى خير ويتعاونون معهم على الخير في هذا الباب، وايضا كل ما يكون فيه من المخالفات او المنكرات او التجاوزات نحاول قدر الامكان العلاج بالطريقه السويه طبقا للشريعه الاسلاميه، لاننا ان طبقنا الاخلاقيات النبويه فاز الناس باسرهم وكانوا على خير وفي خير والى خير. شيخنا الحبيب، ما هو العلاج الرباني والنبوي لهذا الفيروس؟ طبعا العلاج الرباني اولا كما قلنا الدعاء، ما نزل من السماء لا يرفع الا بايش؟ بالسماء. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الطبيب ودخل عليه وجد زر الحجر او خاتم النبوه قال ما هذا؟ ارنيه اطببه لك، انا الطبيب. قال لست الطبيب، انما انت الرفيق. الطبيب يحسب نفسه هو الطبيب؟ ايملك شفاء ودواء ناجعا؟ كل الطب باسره ماده تجريبيه صحيح، هي معرضه للصواب والخطا، لكن صحيح. غالب الظن المجتهد المختص يكون يصل ايش؟ الى الصواب في هذا الباب صحيح. فقال لست الطبيب، انما الله الطبيب. نعم الله، انما انت الرفيق. نعم، انت سبب من الاسباب صحيح، ووجب علي ان اخذ بالسبب، يعني صحيح. اذهب للطبيب المختص، هذا اخذ بالسبب، لكن لا احمله فوق طاقتي واقول الشفاء بيدك، الشفاء بيد الله جل وعلا. مفهوم؟ طب اتفضل شيخنا الفاضل. والله انا ما كان لي قاعد هنا اصلا، الشيخ المفترض كان يقعد مع نفسه كده وتعرض عليه الاسئله ثم يرد عليها. في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اشكر حضراتكم واشكر فضيله الشيخ الذي شرفنا بحضوره وانار الفرحه في قلوبنا بحضور هذا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.